الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها الأفاضل، نتكلم وإياكم في هذا اللقاء وضمن سلسلة علامات الساعة الصغرى عن العلامة 28، وهي ارتفاع الأسافل. فأعرني قلبك وسمعك أخي في الله. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيهم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ ابن ماجة قال: الرجل التافه في أمر العامة. أيها الناس، نحن اليوم نعيش واقعاً مؤلماً انقلبت فيه الأمور وتبدلت، فأصبح الناس يصدقون الكاذب، ويكذبون الصادق، ويخونون الأمين، ويأتمنون الخائن. هذا هو واقع المسلمين اليوم إلا من رحم الله. والأمر من ذلك أصبح أراذل القوم وأحقرهم يتكلمون في أمر الناس، فأصبحوا يزينون للناس ويخدعونهم ويلبسون عليهم حتى في أمور دينهم، وكثير من الناس لهم مصدقون. فيا عباد الله، تمسكوا بحبل الله واعتصموا به، واسألوا ربكم الثبات. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن، وظهرت فيه كثير من علامات الساعة الصغرى التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات ما نحن بصدده، وهو ارتفاع أراذل القوم وأحقرهم وأفسقهم وأسفلهم، وما أكثرهم في هذا الزمان. فلقد تصدروا المجالس وأخذوا أماكن ذوي العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد وقعت هذه العلامة أيها الإخوة بلا منازع، فأصبح أراذل القوم هم أسيادهم، وأخذوا يتكلمون بأمر الناس، بأمر العامة. نسأل الله السلامة والعافية. إذن ارتفاع الأسافل علامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا سميع الدعاء، ويا حي يا قيوم، يا مالك الملك، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، إنك على كل شيء قدير. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.